فإن الذي أعطى النعم قادر على سلبها. كم مبصر أصبح أعمى؟ كم واحد يمشي أصبح مشلول؟ كم واحد عنده هذه النعم فقدها؟ ناهيك عما فيك، مما هو داخل فيك، هذا قلب، هذا كبد، هذا أمعاء، هذا سرطان، هذا سكر، هذا ضغط، أنت معافى. أشكر الله على هذه النعمة، نحن في نعم. ولذلك قد يغفل الإنسان عن النعمة، وقد يتذكر إذا أصابه شيء مما سيفقد من الخير، أو إذا أصبح ووجد في نفسه نقص تذكر تلك النعمة. يا عبد الله، دائما كن ذاكر لله بهذه النعم، ألا وإن من أعظم عدم الشكر أن تجعل تلك الجارحة أو تلك النعمة التي وهبك الله إياها مسخرة في الشرك أو البدعة أو الكبائر والمعاصي. ويلك، يهبك ويعطيك وتقع فيما يغضبه. ألا تخاف أن تسلب تلك النعمة؟ إن الذين استغلوا ذكاءهم في الضلال والانحراف والشرك والبدع ما نفعتهم، ولذلك يندمون ولا تمندم ذلك اليوم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. متى اعترفوا؟ ذلك اليوم يوم أن لا ينفع الاعترافات. ما السبب؟ هل حقا كانوا لا يسمعون؟ هل حقا كانوا لا يبصرون؟ نعم، كانوا لا يسمعون ولا يبصرون لأنهم مختطفون، اختطفت عقولهم فيفكرون بفكر غيرهم، وأبصارهم فيبصرون ببصر غيرهم، وأسماعهم فيسمعون بسمع غيرهم، وقد برمجوا حتى أصبح يسمع الحق المبين ويرده لشبهات المبطلين، فقد تعلم عند علماء السوء فلا يسمع إلا بسمعهم، ولا يتكلم إلا بألسنتهم، ولا يقرأ إلا كتبهم، ولا يسمع إلا منهم، ولا يجالس إلا هم، فلا ينفعون، يتمنون أن لو يدوسونهم تحت أقدامهم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، يلعن بعضهم بعض ذلك اليوم. ما ينفع. هذه النعم التي وهبك الله إياها كن شاكر.